مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من اقتصاد الناس، نأخذكم في جولة مع أبرز المستجدات والأحداث الاقتصادية على الساحة الوطنية، والبداية بالعناوين. مزارعو المهرة يشكون غياب التدخلات المساعدة المتضررين. إغلاق مطار الغيضة الدولي يفاقم معاناة أبناء المهرة. سقطرى موظفون يواجهون ظروفا صعبة جراء إيقاف رواتبهم. وقضيتنا لهذا الأسبوع اليمنيون ضيوف على موائد اللئام. أهلا بكم. قال عضو جمعية الفلاحين في محافظة المهرة يحيى الحامدي إن المياه الناتجة عن الأعاصير المدمرة هجمت مزارع وكبدت مزارعين خسائر فادحة نتيجة جرف أراضيهم الزراعية ومحاصيلهم وتوقفهم عن العمل في الموسم الزراعي خلال العامين الماضيين. وأكد الحامدي في حديث للعربي الجديد أن السلطات الحكومية شكلت لجان لرصد وحصر وتقييم الأضرار الناتجة عن هذه الأعاصير، غير أنه لا يتم تنفيذ ما ترفعه هذه اللجان من تقارير عن حجم الخسائر والتدخلات المطلوبة لمساعدة المتضررين، خصوصا المزارعين الذين ساءت أوضاعهم المعيشية بشكل كبير. وكانت لجنة الفلاحين في المهرة قد رفعت قائمة بأسماء المتضررين وحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمزارعين والمنطقة التي ضربها إعصار لبان العام قبل الماضي، ويؤكد المزارعون أن التجاوب مع تلك المطالب لا يزال غائبا. شكى مواطنون في المهرة من تحملهم عناء السفر إلى المطارات في المحافظات المجاورة ومواجهة أعباء وتكاليف إضافية في الوقت الذي تقوم السعودية بإغلاق مطار الغيضة الدولي في المحافظة منذ 3 سنوات. وأغلقت القوات السعودية مطار الغيضة الدولي نهاية عام 2017 وحرمت المواطنين من خدماته بدعوى إعادة تأهيله، ورغم إعلان السلطات الرسمية مؤخرا جاهزية المطار للعمل إلا أن المطار لا يزال مغلقا حتى اللحظة، مما تسبب في معاناة إضافية لأبناء المهرة الذين يضطرون للسفر برا ولأيام عند سفرهم إلى الخارج خصوصا المرضى. يواجه موظفو القطاع المدني في محافظة أرخبيل السقطرى ظروفا معيشية صعبة جراء إيقاف ميليشيات الانتقالي صرف رواتبهم لأهداف سياسية ضيقة، وتفرض الميليشيات المدعومة إماراتيا سيطرتها على الأرخبيل بقوة السلاح منذ يونيو الماضي، ومنعت قبل أيام صرف مرتبات القطاع المدني في الوقت الذي تعيش المحافظة أوضاعا صعبة وفقرا حادا في الخدمات. واستنكرت نقابات عمالية ومهنية في بيانات لها هذا السلوك الميليشاوي، وطالبت بعدم إقحام رواتب الموظفين في الصراعات السياسية أو المقايضة فيها لتحقيق مصالح ضيقة تخدم مشاريع خارجية مشبوهة على حساب أبناء سقطرى. خصصت الأمم المتحدة 30 مليون دولار لليمن من صندوق الطوارئ لمساعدة ملايين الأشخاص على إطعام أنفسهم، كون اليمن من البلدان الأكثر عرضة للجوع الناجم عن الصراع والتدهور الاقتصادي وتغيير المناخ وجائحة كورونا. وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صادر عنه من تحول المجاعة إلى حقيقة واقعية خلال الأشهر المقبلة في أجزاء من اليمن في حال لم تتخذ إجراءات فورية، وأشار إلى أن المبلغ المخصص يستهدف الفئات الأكثر ضعفا وخاصة النساء والفتيات والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فحوالي 20 مليون يمني يعيشون في أزمة بسبب الحرب وانهيار اقتصادي بالغ وارتفاع أسعار الأغذية والبنية التحتية العامة المدمرة.
طالبت سلطنة عمان جميع الدول بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن الذي أصبح في مأساة شديدة. وقال السفير العماني في فرنسا غازي الرواس إن الوضع في اليمن وصل إلى حد محزن جدا، وأكد في حوار مع إذاعة غربية أن الوضع في اليمن أصبح مزريا من الناحية الإنسانية. وأشار السفير العماني إلى أن السلطنة هي البوابة الرئيسية التي يدخل منها الدواء والغذاء وكذلك دخول اليمنيين وخروجهم. رحبت الصين بانضمام اليمن إلى اتفاق طريق الحرير بما يعزز الشراكة بين البلدين، وأكدت أن اليمن من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956. جاء ذلك في تصريح للسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ على هامش توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين اليمن والصين ستقدم بموجبها الأخيرة منحة قيمتها 100 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية في اليمن. ويقع ميناء عدن ضمن خريطة موانئ طريق الحرير التي تطمح الصين في استثمارها، وهو ما سيعود بفوائد كبيرة على اليمنيين، إلا أن الإمارات تحول دون ذلك بفرض سيطرتها على ميناء عدن لقطع الطريق عن هذه الخطوة وحماية مصالحها الخاصة على حساب اليمنيين. شهدت العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات شعبية تنديدا بتردي الخدمات العامة في ظل سيطرة ميليشيات الانتقالية المدعومة إماراتيا. وأشعل متظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا الطرق الرئيسية للتعبير عن غضبهم إزاء تردي الخدمات الأساسية. وحمل المتظاهرون الانتقالية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وانهيار الخدمات لا سيما الكهرباء والمياه. ومنذ سيطرة ميليشيا الانتقالية على عدن في أغسطس من العام الماضي انهارت الخدمات العامة بشكل كبير في العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان وولد حالة من السخط والغضب في أوساط الناس. بينما اكتفت ميليشيات الانتقالية بمناشدة التحالف والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة وتخفيف معاناة المواطنين، وهو اعتراف بفشلها وكذب دعمها في خدمة الناس. دشنت في محافظة حضرموت المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي ينفذه ائتلاف مدني للإغاثة الإنسانية. وأسهمت المرحلة الأولى من المشروع في إنشاء وتأهيل 24 أصلاً في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تأهيل واستصلاح أكثر من 1,200,000 متر مربع من الأراضي الزراعية وإعادة قنوات الري بما يزيد عن 4,500 متر طولي، فيما تستهدف المرحلة الثانية 5,000 مستفيد في مديريات الرياف المكلا والديس الشرقية وتريم والقطن وحجر وبروم ميفا. مشاهدينا الكرام، قبل الذهاب إلى مناقشة قضية حلقتنا لهذا اليوم نستعرض متوسط أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الصعبة خلال هذا الأسبوع. أهلا بكم. ملايين اليمنيين باتوا محاصرين بالمجاعة. يقول برنامج الأغذية العالمي إنه لا يفصل بين اليمنيين ومستوى جديد من البؤس سوى أشهر. وضع إنساني متفاقم لشريحة كبيرة من السكان يعمقه عدم وفاء الدول المانحة بوعودها وأخرى. نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. اليمنيون لا يجوعون بل يتم تجويعهم، هذا هو الحال في اليمن. وهذا ما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قبل أيام لإعضاء مجلس الأمن. صيحات لا تتوقف لإغاثة ملايين اليمنيين جراء الحرب المستمرة،
واجتماعات دورية لكبار المسؤولين الإنسانيين، أحدثها استضافة الاتحاد الأوروبي والخارجية السويدية على مدى يومين، بينما النتيجة لا تزال واحدة. ملايين اليمنيين ينزلقون نحو المجاعة، وقيود متزايدة تقوض العمل الإغاثي، ومانحون يحجمون عن التمويل، وآخرون لم يفوا بالتزاماتهم التي قطعوها سابقا، وتحالف سعودي إماراتي لا يكترث لمأساة اليمنيين المتفاقمة. أغلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن 15 من أصل 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة، وما تبقى من برامج مهددة بالإغلاق قريبا في حال لم تتلقى تمويلا إضافيا. وبسبب تقليص المساعدات تضرر نحو 9 ملايين مواطن الأشهر الماضية، وهناك أكثر من 1 مليون يمني عرضة للضرر الأسابيع المقبلة بحسب تقارير أممية، وسط ظروف صعبة وغياب لفرص العمل وانعدام للرواتب الحكومية وتدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير. ورغم انحسار التمويلات الدولية للبرامج الإنسانية، خفضت السعودية ثلث دعمها لليمن، وشركتها في التحالف الإمارات لم تقدم دولارا واحدا خلال العام الجاري. ويمنع التحالف السعودي الإماراتي اليمن من استغلال موارده العامة لتخفيف معاناة المواطنين، بينما تمضي ميليشيات الحوثي في تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض وخوض مواجهة علنية مع المنظمات الأممية والدولية. يقول مسؤولون أمميون إن أحد أسباب انهيار دعم المانحين للعمل الإنساني هو العراقيل الحوثية. وردا على هذه الاتهامات الأممية، قال القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي إن السبب هو أجندات أمريكا وحلفائها فيما سماه بالعدوان، واتهم المنظمات بالفساد والتلاعب. وعلى الضفة الأخرى، طالبت الحكومة بإجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي وضمان إيصال المعونات لمستحقيها. اتهامات ومطالب وضعف في التمويل، وقرابة 24 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهم اليوم ضيوف على موائد اللئام. للنقاش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب الأستاذ سيف مثنى. أهلا بك أستاذ سيف. حياكم الله. أهلا، مرحبا بك. إذا كما ذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن اليمنيين لا يجوعون بل يتم تجويعهم، كيف تعلق على ذلك؟ أهلا وسهلا، أولا تحياتي لك سيدة حالة وكل مشاهدي قناة المهرية. طبعا نحن في محافظة مأرب النازحين لا زالوا يتوافدون باستمرار إلى محافظة مأرب. لدينا أكثر من 134 مخيم على مستوى المحافظة، منها مخيم الجفينة الذي يعتبر أكبر مخيم على مستوى اليمن، يسكن فيه أكثر من 60,000 نسمة. لدينا خلال هذا الأسبوع أكثر من 1400 نازح نزحوا من أطراف مديرية مدغل ومن رغوان حسب التقرير الذي سيصدر خلال ساعات من قبل الوحدة التنفيذية. النازحين لا زالوا يتوافدون باستمرار، واحتياجات النازحين كبيرة جدا، خاصة مع بداية الشتاء. النازحين لا يوجد لديهم إيواء، لا يوجد لديهم مأوى، يفتقدون لأبسط الخدمات الأساسية. نعم، إذا النزوح مستمر في محافظة مأرب والكثير من المحافظات اليمنية. برأيك أستاذ سيف، كيف من هم الشركاء الحقيقيين في تعقيد الأوضاع الإنسانية في اليمن؟ طبعا في تعقيد أو في تعقيد الوضع الإنساني في اليمن. طبعا سيدتي، بخصوص الوضع الإنساني في الخاصة عندنا نحن في مأرب، لا يوجد أي التفات من قبل المنظمات الأممية للنازحين الذين يتوافدون باستمرار إلى المحافظة. لدينا أكثر من 3 مليون في المحافظة. المنظمات الدولية، المنظمات الأمم المتحدة لم تلتفت إلى الآن
لا زالت في محافظة مأرب بهذه بكثرة هذا العدد النازحين مرتبطة بصنعاء، مركز إنساني بصنعاء، وهذا يعقد التدخلات الإنسانية إلى والوصول الإنساني للنازحين في المحافظة. نعم. وهذا أكبر عائق يعتبر للعمل الإنساني في محافظة مأرب. نعم. أيضا تقول الأمم المتحدة إن اليمن أصبح قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، ماذا يعني هذا التحذير من وجهة نظرك؟ طبعا النازحين نحن في محافظة مأرب وفي اليمن بشكل عام التكاتف المجتمعي هو أكبر شيء يتم التعاون ما بين المجتمع اليمني، لن يتركون بعضهم البعض في هذا الشيء، لكن لابد من التفات أممي لهذا الجانب. المجاعة حاصلة، فيه احتياج كبير في مجال الغذاء، احتياج كبير في مجال الإيواء، في مجال المياه والإصلاح البيئي، في كل المجالات. نعم. لكن إلى متى سيظل يعني شبح المجاعة معلقا فوق رؤوس الملايين من اليمنيين من وجهة نظرك؟ حتى تهدأ الأمور وينتهي الحرب في اليمن، هذا أكبر ويعتبر أهم شيء، لأن الآن النزوح الذي لا زال باستمرار، لدينا نزوح خلال ستة أشهر أكثر من 244,405 نزوح من الجوف، نزوح من مجزر، نزوح من مدغل، نزوح من أطراف محافظة مأرب، وهذا بسبب الحرب وسبب القصف العشوائي من قبل ميليشيات الحوثية التي يتم استهداف المخيمات النازحين في جميع المناطق التي التي قريبة من الصراع. نعم. أيضا في إطار برامج الأمم المتحدة الإنسانية يقول أن 15 من أصل 41 برنامج إنسانيا رئيسية للأمم المتحدة جرى إغلاقها والبقية مهددة بالإغلاق، هل تخلى كبار المسؤولين الإنسانيين عن اليمنيين؟ طبعا نحن في محافظة مأرب ندعو إلى فتح مراكز إنسانية في المحافظة، ندعو إلى منظمات الأمم المتحدة إلى الالتفات إلى المحافظة، لم يتم الالتفات إلى محافظة مأرب من قبل منظمات الأمم المتحدة إلا يمكن منظمة واحدة من منظمة الهجرة الدولية موجودة عندي في مأرب، المنظمات الأخرى لم تلتفت إلى الآن، لم تلتفت إلى المحافظة حتى تغلق. هذا في عن محافظة مأرب الذي يتواجد فيها النزوح بنسبة أكثر من 60% من إجمالي النازحين في الجمهورية اليمنية بشكل عام. وما هو السبب لعدم الالتفات إلى أوضاعكم المعيشية حاليا؟ نحن رفعنا بهذا الشيء وعملنا القصور من قبل المنظمات الدولية أم تخلي السلطة المحلية أو الحكومة الشرعية عنكم؟ القصور بشكل عام على المنظمات الدولية وعلى وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لابد الالتفات السريع للنازحين وتغطية احتياجاتهم. أختي عزيزة، نحن في محافظة مأرب كما قلت لك عندنا في خلال ستة أشهر أكثر من 244 ألف نازح نزحوا في هذه المحافظة، كانوا يستلمون حصتهم من قبل الغذاء العالمي في مناطقهم التي كانوا فيها، لكن عندما نزحوا تم إحرامهم من حصة الغذاء العالمي. لا ندري ما السبب بهذا الشيء، مع أن الحصة كانت معتمدة لديهم في مناطقهم التي كانوا يسكنون فيها. بما أن الواجب على المنظمات أن يتم التدخل سريع لهذه الأسر، لكن للأسف حصل العكس وتم إحرامهم من هذه السلال الغذائية التي كانوا يستلمونها في مناطقهم التي كانوا يسكنون فيها من قبل. نعم. أيضا تقرير الأخير لمنظمة أوكسفام الدولية تقول إن قيمة صادرات الأسلحة الغربية إلى التحالف تساوي 5 أضعاف حجم المساعدات المقدمة لليمن، كيف تفهم ذلك في إطار المساعدات الإنسانية؟ طبعا المساعدات الإنسانية التي يحصل عليها النازحين بشكل عام في مخيمات النزوح ضئيلة جدا، ولا تغطي أكثر من 10-20% من احتياجات النازحين الذين يحتاجون إليها من جميع الجوانب. نعم. أيضا ما هو الأثر السلبي على حياة المواطنين في حال استمرت الدول المانحة بعدم الوفاء بوعودها؟
طبعا الوعود التي نسمعها بشكل كبير من الـ من الـ من الدول المانحه من الدول المانحه للشعب اليمني والنازحين بشكل خاص، نسمع فيه وعود، لكن على ارض الواقع لا يوجد اي تدخلات الا بالنسبه التي ذكرت لك قبل قليل. نطلب من المنظمات الدوليه المنظمات الامم المتحده الى الالتفات السريع الى النازحين وتغطيه احتياجات النازحين بشكل عام في محافظه مارب وبشكل عام بالعموم الجمهوريه اليمنيه. نعم، ايضا استاذ سيف، هناك اتهامات بضعف اليات الشفافيه والرقابه والتقييم على اداء المنظمات الاغاثيه في عموم المحافظات اليمنيه وخاصه مارب، ما تداعيات ذلك على المحتاجين؟ طبعا نحن في الوحده التنفيذيه في محافظه مارب العمل عمل المنظمات الموجوده في المحافظه لا يوجد اي خلل في هذا الجانب. فيه تقييم لبعض للمنظمات خاصه المنظمات المحليه المنظمات الدوليه، لكن وهذا يرجع بالاخص على المكاتب المختصه في هذا الجانب مثل مكتب التخطيط مكتب مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل لتقييم والرقابة على المنظمات خاصة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بشكل عام. نعم، ولكن كيف يمكن الضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات اليمنية في ظل تواجد ميليشيات هنا وهناك لا تكترث أساسا للجانب الإنساني؟ كما قلت لك، نحن في محافظة مأرب الوحدة التنفيذية لديها فريق لكل الفريق مختص في التنسيق، فريق مختص في التقييم، فريق مختص في كل الجوانب، ولا يوجد لدينا اي تمييز مع ولدينا تنسيق مع بين شركاء العمل الانساني المتواجدين في محافظه مارب، والمساعدات تصل التي نحصل عليها يتم توصيلها الى النازحين النازحين المحتاجين، لكن كما قلت لك ان الاحتياج كبير جدا، وان محافظه مارب اذا ظلت كما هي معلقه ومرتبطه بالمركز الانساني التابع للحاضر لميليشيات الحوثي في محافظه صنعاء، فان التدخلات ستظل كما هي، ونطلب من الامم المتحده على ان يتم اعتماد مركز انساني مستقل في محافظه مارب لكي تصل المساعدات بشكل فوري وبشكل سريع إلى النازحين أولا بأول. نعم، أرجو ذلك أن يحدث. إذن أشكر ضيفي الأستاذ سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب، وأشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، حتى الملتقى، دمتم بخير.